السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة من ضمن مراجعة لمادة الجغرافيا، مراجعة إن شاء الله بإذن الله بعض الأسئلة. كان في شيت اترفع قبل كده، ده مكمل ليه، يعني الشيت اللي اترفع قبل كده بعض كانت في مجموعة من الأسئلة، ده بقى أسئلة تانية يعني تنويعا في الأسئلة إن شاء الله. كده نبدأ إن شاء الله بإذن الله. سؤال أول، رقم واحد، من خصائص التنمية الاقتصادية. من خصائص التنمية الاقتصادية، هو زي اختار بس احنا جايبين الإجابة على طول، تمام؟ طيب، من خصائص التنمية الاقتصادية ايه؟ قال كده مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمؤسسة الدولة. دي خاصية من خصائص التنمية الاقتصادية، اللي مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بتساعد بعض، الشرك مع بعضيها وبتساعد في السياسات اللي مؤسسات الدولة. يبقى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمؤسسات الدولة. رقم 2، من أسباب وصول نسبة المتعلمين في ألمانيا إلى أكثر من 90% من سكان ألمانيا. إيه السبب إن ألمانيا عدد المتعلمين فيها وصل لأكثر من 90%؟ يعني تقريبا كده تقريبا ان هم كل البالغين او كل اللي وسط سن التعليم متعلمين، ما فيش غير النسبه اللي هي الاطفال اللي هم تحت سن التعليم. ايه اللي خلى المانيا توصل للنسبه الكبيره ديت؟ تعال نشوف كده. هي اهتمام المانيا طبعا ببناء الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي حاجه، والاقتصاد اللي هو التاني اللي هو بتاع الانشطه الاقتصاديه حاجه تانية. الاقتصاد المعرفي اللي بتهتم بالتعليم او التعليم بقى اللي هو الحديث، ده اسمه الاقتصاد المعرفي. رقم 3، التوسع في استخدام خطوط الألياف الضوئية لتطوير الاتصالات بمصر. هنعمل ايه عشان نتوسع في لما تستخدم الألياف الضوئية في الاتصالات؟ قال ده طبعا تحسين البنية التحتية. دلوقتي الألياف الضوئية ديت أحسن حاجة طبعا في شبكات الاتصالات، يعني ده لما نستخدمها يبقى كده بنعمل تحسين في البنية التحتية. رقم 4، من المعوقات الاقتصادية التي تقف أمام تحقيق التنمية الاقتصادية بدولة ما. المعوقات الاقتصادية كتير. طب أي من المعوقات الاقتصادية من الاختيارات؟ تعال نشوف كده. طول فترة الجفاف، لما يبقى فترة الجفاف طويلة في أي دولة تبقى طبعا معوق اقتصادي كبير جدا قدام الدولة دي. فترة الجفاف اللي هي ما بيبقاش فيه أمطار، تمام؟ يبقى طول فترة الجفاف ندرة الأمطار يبقى معوق كبير جدا أمام أي دولة عشان تحقق التنمية الاقتصادية. رقم 5، لكي تصبح موريتانيا أكثر جذبا للاستثمار يجب عليها تعمل ايه موريتانيا عشان تستثمر أو تبقى أكثر جذبا للاستثمارات؟ يعني احنا أخدنا في الدرس إن أكثر دولة عربية فيها جذب استثماري اللي هي دولة الإيه؟ الإمارات. ليه؟ لأن عندها البنية التحتية بتاعتها في تطور مستمر. طب تعمل ايه موريتانيا عشان تبقى زي الامارات او تبقى يعني توصل تبقى تزود الجذب الاستثماري عندها؟ تعمل ايه؟ اكيد تطور بنيتها التحتيه او الاساسيه باستمرار. يبقى اي دوله بتطور البنيه الاساسيه عندها باستمرار هتبقى اكثر جذبا للاستثمارات الخارجيه، تمام؟ يبقى لكي تصبح موريتانيا اكثر جذبا للاستثمارات يجب عليها تطوير بنيتها الاساسيه باستمرار. بنيه اساسيه زي مثلا سؤال رقم 3 اللي هي استخدام الالياف الضوئيه، دي في البنيه الاساسيه اللي هي البنيه التحتيه. حاجات تانية في اسمها البنية الأساسية، طرق والمواصلات مثلا. أي مما يلي يشير إلى وجود عقبات تنموية ذات بعد اقتصادي. كان في اختيارات، يعني مثلا الاختيار بتاعنا اللي هو انخفاض كمية الاحتياطي من الخامات المعدنية، ده طبعا ده ليه بعد اقتصادي، تمام؟ يبقى أي مما يلي أو إيه العقبات اللي لها بعد اقتصادي؟ انخفاض كمية الاحتياطي من الخامات المعدنية. الخامات المعدنية اللي في الخام المعدني اللي احنا بنستخدمه في احتياطي بيبقى موجود تحت الأرض، لما بيقل ده مشكلة، بتعمل المشكلة ليها بعد اقتصادي. رقم 7، الوطن العربي من أكثر مناطق العالم جفافا، مما يعرضه إلى أزمة في المياه العذبة. طب عشان نحل المشكلة دي الحل الأنسب ليها إيه؟ الوطن العربي عنده مشكلة في المياه لأنه موجود في منطقة جافة. طب نحل مشكلة اللي هي أزمة المياه عند الوطن إزاي؟ الشراكة والتعاون الدولي ما بين الدول العربية مع بعضيها أو ممكن مع التجمعات الأخرى، إن احنا نشاركوا بعضيهم عشان خاطر يحل مشكلة أزمة المياه في الوطن العربي. الأنهار قليلة في الوطن العربي مش كتيرة،
يعني عندي انهار في مصر والسودان، نهر النيل في العراق، دجله والفرات، انهار قليله جدا، وباقي الوطن العربي بيعتمدوا على المياه الجوفيه او بيعتمدوا على سقوط الامطار. فعشان كده الحل الانسب لمشكله ازمه المياه العذبه هي الشراكه والتعاون الدولي. رقم 8، تتفق التجربه الاوغنديه في الزراعه العضويه مع ايه؟ اوغندا عملت تجربه في زراعه المواد العضويه في دوله، او الكلام دوت بيرتبط مع ايه؟ قال لي يرتبط مع السياسه الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. طبعا الاسمده العضويه او الزراعه العضويه ما بتبقاش بتعملش تلوث زي الاسمده الكيميائيه، عشان كده تتفق التجربه الاوغنديه في الزراعه العضويه مع ربط السياسات الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. رقم 9، اي من المراعي ينعدم وجودها في الوطن العربي؟ انا عندي المراعي، في مراعي حاره ومعتدله وبارده. الحاره اللي هي السافانا، المعتدله اللي هي الاستبس، البارده اللي هي التندرا. الوطن العربي لسه قايل من شويه ان هو في منطقه جافه، تمام؟ اي مراعي بقى من الثلاثه اللي لسه قايلهم دول، السافانا ولا الاستبس ولا التندرا، هيبقى مش موجود خالص، ينعدم يعني وجوده في الوطن العربي اكيد طبعا، اللي هي رقم 3 اللي هي المراعي البارده اللي هي التندرا. يبقى حشائش التندرا هي اللي مش موجوده خالص في الوطن العربي. طبعا بالنسبه لموقع الوطن العربي زي ما قلنا في الاسئله اللي قبل كده ان هو موجود في مكان جاف. رقم 10، زراعه انواع من الفاكهه المداريه، بدوله معتدله المناخ يجب الاهتمام بايه عشان ازرع انواع من الفاكهه المداريه، تمام؟ في دوله معتدله المداريه اللي هي الفاكهه المداريه اللي هي بتحتاج درجه حراره مرتفعه، وفي دوله الجو فيها معتدل، هنعمل ايه عشان خاطر ايه؟ يجب الاهتمام بايه؟ يقولي بالتكنولوجيا الحيويه. هي التكنولوجيا الحيويه هي اللي الحل، ان انا ازرع حاجه ما ينفعش الجو بتاع الدوله دي، يعني حاجه زي الصوبه الزراعيه كده، بنوفر الظروف الملائمه فيها وهي اللي بنزرع فيها. يبقى لزراعه انواع من الفاكهه المداريه او اي نبات في دوله مختلف الجو بتاعها مش مناسب، بهتم بحاجه اسمها التكنولوجيا الحيويه. 11، يمكن تحقيق الامن الغذائي العربي من خلال ايه؟ احقق الامن الغذائي العربي من خلال ايه؟ زي ما كنت اخذنا في درس الزراعه ومشاكل الزراعه عندي في الوطن العربي، عندنا طبعا مشكله في الزراعه ومعوقات الزراعه. طب ازاي احقق امن غذائي في الوطن العربي؟ يمكن تحقيق الامن الغذائي العربي من خلال ضبط معدلات النمو السكاني. دي حاجه ان انا في دول في الوطن العربي فيها عدد كبير جدا من السكان، طبعا مصر وسوريا، لما نضبط معدلات النمو السكاني ممكن نحقق الامن الغذائي العربي. رقم 12، لأزمة الغذاء في الوطن العربي أبعاد اجتماعية، منها إيه؟ لأزمة الغذاء تعمل مشاكل أو أسباب اجتماعية، زي مثلا إيه؟ بيقول لي كده اتجاه تيارات الهجرة إلى المدن البترولية. يبقى أزمة الغذاء طبعا ناس كتير هتفكر إن هي تسيب مكانها وتشوف مكان تاني، فبالتالي تروح لمكان فيه مستوى معيشة أحسن، فيه دخل أكتر. طبعا المدن البترولية هي اللي هو أنسب مكان. يبقى في أزمة لما أزمة الغذاء تحصل في الوطن العربي، يبقى تعمل لي في ابعاد اجتماعيه، زي مثلا ان انا ايه اسيبها واروح المكان بتاعي واروح لمدن بتروليه، زي مثلا دول الخليج العربي كلها تعتبر يعني دول بتروليه مش مدن بتروليه، زي الامارات والبحرين والكويت، دي دول الخليج او عمان. رقم 13، اي مما يلي لا يعد من اسباب تفوق المغرب في تصدير الاسماك للخارج؟ المغرب عندها اسباب كتير يعني تخليها بتصدر لدول الوطن العربي في تصدير الاسماك للخارج، هي اولى دول الوطن العربي في تصدير الاسماك، تمام؟ وفي الانتاج وفي التصدير. طب في حاجه في كذا حاجه يعني من الاسباب، في سبب من الاسباب اللي كانت موجوده اللي احنا جبناها هنجيبه دلوقتي، مش هو مش سبب يعني في المغرب متصدره في تصدير الاسماك، هو ايه؟ الانتاج الضخم من المصايد الداخليه. اصلا المغرب ما عندهاش اي مصايد داخليه، المغرب بتطل على البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي، فما عندهاش مصايد داخليه خالص، فيعتبر كده اي مما يلي اللي هو ده لا يعد من اسباب تفوق المغرب في تصدير الاسماك للخارج، وهي ان هي ما عندهاش ايه؟ الانتاج الضخم من المصايد الداخليه، ما عندهاش الكلام ده. رقم 14، تتسع مناطق المراعي المعتدله في قاره ايه؟ المراعي المعتدله
ليه مراعي القطن المراعي المعتدلة، ليه الحشائش المعتدلة، ليه الاستيبس، ماشي، موجودة متسعة في أنهي قارة؟ أكيد طبعا في قارة آسيا، تتسع المراعي المعتدلة في قارة آسيا. تمام، دي كان ده آخر سؤال عندنا في مراجعتنا النهاردة، ونتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله النجاح والتوفيق.